مرازيق مركز البدرشين بنحاول نشوف الانطباعات والاجواء والكواليس الخاصه في عيون اهالينا هنا في قريه مرازيق عن مباراه الاهلي وسيراميكا كليوباترا في السوبر المصري. رساله من قريه مرازيق من الاصل من الريف المصري الاصيل لكل لعيبه النادي الاهلي اللي هتشوفكم، تحبوا تقولوا لهم ايه قبل المباراه؟ نقول لهم يعني خليكم دايما متالفين مع بعض، والحب التالف بين اللعيبه عامه او بين الاصدقاء او بين الاخوه ده بيوصل الكل للنجاح. ربنا يوفقهم ان شاء الله، وباذن الله احنا اللي هنكسب باذن ربنا، مفيش حد تاني هيكسب. يغيروا بقى نظرتهم عن الماتش اللي فات وكده، يبينوا بقى للجمهور اللي هو انا خلاص بقى كويس فوقت. النادي الاهلي ما ينفعش اللي هو يخسر بطولتين ورا بعض، لازم يعمل سكور يبان للجماهير اللي هو رجع الاهلي. يعني انا حابب اقول لعيبه النادي الاهلي ربنا يجعلكم دايما رافعين راس مصر ومشرفين مصر في كل مكان قبل كل شيء. المباراه كان كام تخلص؟ ان شاء الله 2-1. قفشه بقى كويس يعني، وامام عاشور هيبقى تمام باذن الله. انا زملكاوي على فكره ولسه واخدين السوبر طبعا من الاهلي اللي هو كل 30 سنه ده. الاهلي محتاج يكسب السوبر عشان يثبت ان هو احق بعد ما كسبه للدوري ان هو يبقى متربع على عرش كوره في مصر. انا اتوقع ان الاهلي يلعب مع الزمالك، وهتقول لي ليه؟ ده ان ده جمهور النادي الاهلي. انا بصراحه من ماتش السوبر وانا عايز الزمالك تاني. الاهلي لعبته محتاجه تركز في الملعب اكتر، لاننا خدنا على اننا تحت اي ظرف بنكسب، في اي وضع بنكسب. لازم الرؤيه دي تتغير علشان نقدر ان شاء الله نحقق الفوز ونفضل زي ما احنا الاهلي اللي دايما بيكسب. انا قلبي الاهلي لازم يكسب، فهو الاهلي دايما رقم واحد. فبقول برضه للعيبه ان ما ينفعش انت تركز على مباراه النهائي وانت لسه ما وصلتش اصلا او ما طلعتش من انت مباراه الاهلي وسيراميكا. نادي الاهلي نادي كبير ونادي القرن ونادي لا يعلى عليه من النوادي. قول للاهلي وسيراميكا المباراه الجايه تتوقع مين اللي الله الاهلي هيكسب 3-1.